ما سبتهاش عشان ولا وحش ولا حلو، انا سبتها بس بسبب موضوع الكوفي. اسمي حسين خليفه عبد الدائم محمد، شغال بتاع انابيب، عندي 40 سنه. رحت للناس عشان اتقدم لها، رحبوا بيا، لو ما كانتش حلوه ما كنتش رحت اتقدمت لها. هي البت كويسه ومؤدبه، ما بقولكش لا، وهي البت فرحانه وانا فرحان. اول مره في حياتي البس بدله 40 سنه، وشوف بقى اول مره واحد يشبك، فرحان من جوايا. جاي انا الصبح على اكل عيشي، انا بقى قاعد بشرب واحد شاي وهو متكل على راسي اشوف شغلي. لقيت لك الناس كلها مشغلين ايه؟ مش جايبين ولا الزفه ولا الفرح، مشغلين لي الكوافير، وهي بتعمل عامله وشها وعامله رجليها بتاعت الكوافير القديم. انا راجل ما بينفعش المنظر وشها، وهم بيعملوا لها رجليها ومطلعين لسانها لبره، دي ما تنزلش على النت. رحت انا متضايق في حاطط في نفسي، رحت واخد بعضه وماشي. اسبوع ما قاعد في البيت ما حدش يعرف عني حاجه، وقفل تليفوني. هي ما صورتش نفسيها، الناس اللي صوروها هم اللي عايزين انا وهي. هي عايزه ترجع لي، انا معايا اوضه تصب علينا اجيب فيها اوضه نوم ونعيش فيها. ربنا ينتقم من اللي صور ونزلها لي على النت. بقول عزم الله ونعم الوكيل. بوظوا لي حياتي وبوظوا لي كل حاجه عملتها. حلو.